السلام عليكم. قبل ما تبدأ التمرين لازم تسخن جسمك كويس، وخصوصا المعصمين والأكتاف، وهذا لتجنب أي إصابات محتملة. وابدأ 20 عدة بيربيز وسويهم 3 جلسات كتسخين. التمرين حيكون جزئين، الجزء الأول روتين الكور. روتين الكور نفس روتين اليوم الثالث، وحتبدأ بالبلانك العادي، وأهم شيء أتأكد أنه جسمك كامل مشدود، يعني شد الرجول والبطن كويس. التمرين الثاني نفس الأول بس على كوع، وتسويهم لتقوية عضلات الكور الأمامية. التمرين الثالث السايد بلانك، يعني تسوي البلانك على جنب وحاول تشد يدك كأنك بالدفلر. التمرين الرابع نفس اللي قبله على جنب بس على الكوع، وتسويهم لتقوية عضلات الكور الجانبية، ولا تنسى تسوي الجهتين. التمرين الخامس بلانك بس الجسم يكون بالعكس، وأهم شيء الخصر تكون رافع أكثر شيء وتشد المؤخرة. والتمرين السادس نفس اللي قبله بس على كوع، وتسويهم لتقوية عضلات الكور الخلفية، وبعدها عيد من التمرين الأول والثاني والثالث وهكذا، وسوي 3 جلسات. وبعد ما تخلص روتين الكور حتبدأ في روتين السحب والدفع. التمرين الأول تسوي ضغط على الركبتين، وأهم شيء يكون الجسم مستقيم زي ما هو موضح في الفيديو. التمرين الثاني عقلة استرالية لتقوية الظهر والسواعد. التمرين الثالث حتسوي وضعية البايك وتلمس الكتف، عشان تطبق التمرين صح ميل جسمك بحيث يصير كل الوزن على يد واحدة، وتقدر ترفع اليد الثانية عشان تلمس كتفك فيها، وهذا التمرين لتقوية الأكتاف. التمرين الرابع عقلة استرالية مسكة عكس لتقوية الباي والظهر. التمرين الخامس بنش دبس، واتجاه الكف يكون للخلف، وأهم شيء لما تطلع قفل أكواعك وانزل النزول اللي تقدر عليه. التمرين السادس عقلة استرالية مسكة عكس نزول فقط، وانزل بشويش قد ما تقدر. وبعد ما تخلص ارجع للتمرين الاول والثاني وهكذا، وسوي من 3-4 جولات. وبخصوص اليوم السابع حيكون راحة تامة، وبعدها عيد من اليوم الاول، وحاول تشوف مستواك وبتلاحظ فرق كبير ان شاء الله. وان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. فمان الله.